أهلا بكم. يلعب اليوم المنتخب الجزائري فئة أقل من 18 سنة مباراته الأخيرة في دور المجموعات ضمن ألعاب بحر أبيض متوسط وهران 2022 أمام المنتخب الفرنسي في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت الجزائر. بما أن قنوات التلفزيون الجزائري لا تتوفر على تقنية HD كما شاهدنا في المباريات السابقة، فالكثير من المتابعين يبحثون عن قنوات جديدة ذات جودة أعلى. رسميا قنوات تيافا وأمسيس أعلنت نقل هاتين المباراة، وإليكم تردد هاتين القناتين. للتذكير فإنها في قمر الصناعي أسترا 19.2 وهي مفتوحة. إليكم الآن التردد 12168 فيرتيكال 29700. في الأخير لا تنسوا توقعاتكم في التعليقات لهذه المباراة، وشكرا لدعمكم.